أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جاءنا أمر الله من علم الغيب نحو الكرة الأرضية مباشرة. ولماذا تقول الآية فلا تستعجلوه؟ لأنه يأتينا بسرعة الضوء. بسرعة الضوء، أمر الله يأتي إلينا ماشيا بسرعة الضوء. لماذا بسرعة الضوء؟ في اعتقادي أنه قال هذا لأن أينشتاين قال أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء أسرع من سرعة الضوء، وهذه كما قال أينشتاين حقيقة كونية. فلأن أينشتاين قال أنه لا يمكن أن يكون شيء أسرع من سرعة الضوء، فأمر الله عز وجل يأتي بسرعة الضوء، هذه أكبر سرعة له، أكبر من سرعة الضوء لا يستطيع. ولهذا يعني أمر الله وصل إلى أعلى سرعة ممكنة له، فلا تستعجله، خلاص وصل حده.